السلام عليكم طلاب، وياكم استاذ علي الدين مهدي من معهد تكنولوجيا بغداد قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. اليوم ان شاء الله محاضرتنا راح نتكلم بها عن الجزء العملي من مادة مبادئ الحاسوب، اللي راح تكون عن لوحة المفاتيح الكيبورد والمهام اللي موجودة بها والاوامر اللي موجودة بها. راح نجي بالبداية، راح نجي على قائمة ستارت، نكتب شريط البحث on screen keyboard. راح اعرض الكيبورد على سطح المكتب. طبعا هذه ايضا نستفاد منها في حال انه صار عندنا عطل بالكيبورد الموجود بالحاسبة مالتنا، انه فد ازرار معينة ما تشتغل، فانا اقدر استعين بهذا الشيء انه اعرض الكيبورد مالتي على الشاشة مالتي مال الحاسبة، واستخدم الاوامر اللي موجودة بي ايضا من خلال الماوس، انه اقدر استخدم هذه الاوامر كلها. بالبداية طلاب، ماكو فرق انه بين الكيبورد الموجود باللابتوب او الموجود بالحاسبة العادية الديسكتوب، بس مجرد انه اختصارات معينة صارت باللابتوب لانه حجمها تكون اصغر، بس هو التشابه والاوامر كلها نفسها ونفس الشيء. اذا ما تلاحظون هنا أنا اكو بالكيبورد اكو ارقام هنا مظاهره، انه ارقام قريبه من بعض، هذه تفيد سهوله للكتابه اللي يستخدمون الارقام بشكل هواي. طبعا هي الكيبورد يستخدم في ادخال البيانات الحرفيه على شكل احرف او اذا كانت ارقام، وايضا في تنفيذ المهام، تنفيذ الاوامر ايضا. فبصوره عامه هذه فكره الكيبورد. راح نجي هسه نتكلم عن الاجزاء تحديدا، وحده وحده اللي موجوده بالكيبورد، وايضا راح نستعين انه نفتح المايكروسوفت وورد، انه نختار انه نكتب فد اوامر معينه من خلال البرنامج وورد حتى يكون شرحنا واضح ان شاء الله. فهنا طلاب مثل ما تلاحظون انه عندنا اوامر كلش مهمه دائما نحن نحتاجها، اللي هي الالت والكنترول، اللي كنترول طبعا تفيدني باختصارات عديده انه انا احتاجها بالكيبورد، انه اقدر انه ادوس انه الكنترول ويا الحرف اس انه سيف، كنترول بي برنت طباعه، كنترول زيت انه انا ارجع خطوه من خلال انه المحتوى اللي كاتبه. ايضا عندي الالتم اختصار، اختصارات بها معينة، على سبيل المثال انه انا اختار ادوس الالت والشيفت انه اغير اللغة مالتي، راح تكون اللغة العربية او اي لغة انا موجودة عندي، وايضا انه ارجعها اللغة الانجليزية من خلال الالت والشيفت. هنا انا عندي هذا الامر الاسكيب اللي هو الخروج، يعني على سبيل المثال انا اختاريت هذه علامة الويندوز اللي هي تظهر لي قائمة ستارت، ولما اجي انه اضغط على زر الاسكيب اللي هي بمعنى انه هروب، انه راح يخرج من هذه القائمة. ايضا هنا أنا عندي الامر التاب اللي هو يكون تنقل، يعني مسافة معينة، اختار مسافة معينة للتنقل، مسافة شوية يعني اكبر من المسافة الاعتيادية اللي احنا نختارها، هذه تكون مسافتها انه اعتيادية انه خطوة خطوة، بينما التاب لا، مسافة اطول. وايضا اقدر استفاد معها لما انه اكتب في الايميل وانزل من مكان الى مكان، مثلا انا قاعد اكتب ايميل وانزل بعدها الباسورد، فاختار التاب. ايضا هنا عندنا الكابس لوك اللي هو احتاجه تغيير اشكال الحروف، اذا كانت باللغه الانجليزيه انه احولها الى من سمول لتر الى كابيتال لتر، هذا من خلال هذا الامر كابس لوك. وايضا اقدر انه من خلال الشيفت انه انا مثلا اريد اكتب حرف معين، انه الحرف الاول بس من اسمي او اي شيء قاعد اكتبه، انه اريد اختاره انه يكون كابيتال لتر، فادوس على الامر شيفت واختار مثلا هذا الحرف اي، وبعدها راح ترجع الحروف لنفس ما كانت، ترجع اسمه المثار. ايضا هنا عندنا الارقام مثل ما تلاحظون، هذه الارقام مترتبة من 1 الى 9 و0، هذه لما انه اجي
اضغط هذه الاوامر راح يكتب لي ارقام، بينما الاوامر اللي موجوده اعلى الامر نفسه هذه استعين بها من خلال الشيفت. اي شيء موجود باي امر كان، انه انا مجرد انه ضغط على الشيفت واروح على هذا الامر راح يجيني الامر اللي موجود اعلى. وايضا هنا مثلا شيفت انه اروح على الشباك، شيفت انه علامه النجمه، وحتى ذني الاوامر الاثنان هذا علامه الاصغر او علامه الاكبر مثلا راح تنكتب عندي بهذا الشكل، بينما لما انه اروح على الامر نفسه هو بدون الشيفت راح يكتب هنا عندي هو اللي موجود جوا الدوت او الفارزه. ايضا هنا طلاب عندنا زر الادخال اللي هو مشهور جدا اللي هو الانتر، وايضا عندنا المفاتيح الوظائف اللي هي الفانكشن كيز اللي هي الاف اللي موجوده باللابتوب اللي تبدا من الاف 1 للاف 12. طبعا هذه استخدمها اجراء عفوا اجراء مهام محدده تختلف وظيفة هذه المفاتيح من برنامج لآخر يعني حسب ما انه انت تستخدمها. وايضا هنا عندنا الاتجاهات اللي موجودة انه انا قاعد اكتب نص معين وانه اريد اصعد من خلال هذا الاتجاه اللي فوق انه اروح يمين او شمال، فهذه هي وظيفة الاتجاهات. ايضا عندنا مفاتيح التنقل اللي هي هنا عندنا الهوم يروح على بداية المحتوى اللي انا كاتبه، وعندي الاند اللي يروح على نهاية المحتوى اللي كاتبه، وايضا هنا البيج اب انه ينقلني للصفحة الاعلى، البيج داون ينتقل للصفحة اللي الاسفل. هنا أنا ايضا عندي البرنت سكرين، طبعا هذه مثل لقطة للشاشة انه انا اخذ. ايضا هنا أنا عندي هذا امر مهم انه يستخدم هواية اللي هو الباك سبيس اللي هو انه انا ارجع بيه امسح بيه خطوة الى الوراء مثلا. وايضا الدليت هي نفس الشغل انه انا احدد في شيء معين، عند اثنين نفس الشغل اذا كان الدليت او الباك سبيس فاثنيناتهم نفس الشغل يشتغلون. فهذه تقريبا انه المحتوى الاساسي للوحة التحكم الكيبورد اللي عندنا. طبعا ذني الاختصارات هي كلش هواية يعني ما مجبورين انه انتم تحفظوها كلها، بس انه اكو اشياء مهمة بيها تستفادون منها كل شوية وتستخدموها هواية. فانتوا اختاروا مثلا انه تفتحون برنامج وورد بالحاسبة وتكتبون فد نص معين وتطبقون بايديكم فد اوامر معينة حتى تكون عليكم سهلة. فإن شاء الله أتمنى أن استفادتوا من هذه المحاضرة، وأتمنى لكم كل التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.